إنجيل عيد الميلاد المجيد. قبلوا بمخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته. شعبي وليباركه على منابر الشيوخ لأنه جعل النبوة مثل الخرافي يقصر المستقيمون ويفرحون. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على تقسيم الكيس صدق. الرب عن يمينك يا بان الطاهر الطباوي الباب البطريرك القديس الأنبا تودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم القديس الأنبا إرساني. الرب يحفظ لنا حياتكما أمينا معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته. وأنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض. ربنا وإلى هنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائم إلى الأبد آمين.
لحم اليهودية في أيام رودس الملك. إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود مالك اليهود؟ فإننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب، وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ فقالوا له: في بيت لحم اليهودية، لأنه كذا مكتوب بالنبي: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا، لست بصغيرة في ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي. إصرع دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقق منهم ذمان النجم الذي ظهر، ثم أرسلهم إلى بيت لحم قائلا: اذهبوا وابحثوا بالتدقيق عن الصبي، وإذا وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا من الملك ذهبوا، وإذا النجم الذي رأوا في المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه، فخروا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوذهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا. ثم إذ أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، ذهبوا في طريق أخرى إلى كرته. Done.